في مدينة كراتشي الباكستانية لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم جراء أمطار غزيرة أحدثت دمارا وتسببت بفيضانات عارمة على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وهرع أهل المدينة وهم يشقون طريقهم عبر مياه الفيضانات مع هطول الأمطار التي سببت عرقلة شديدة في حركة المرور. ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء الأرصاد الجوية قولهم إنها المرة الأولى خلال 90 عاما تقريبا تشهد كراتشي فيها هطول أمطار غزيرة في شهر غشت. وعملت السلطات المحلية على نقل العائلات النازحة إلى منشآت تعليمية في حين نفذ الجيش عمليات إنقاذ وإغاثة.